بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، أينما كنتم نسوق إليكم تحايا عطرات وأمان نظرات وآمالا غير عاطلات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد، حلقة جديدة من برنامجكم رأي الغلابة، نتحدث فيها عن أمر مهم، عن مقاومة الذهاب إلى جنيف، عن مقاطعة ما يمكن أن يعرف بمفاوضات السلام في جنيف التي تقوده الولايات المتحدة في 14 من شهر أغسطس الجاري، أي بعيدة 3 أيام من الآن. حتى هذه اللحظة لم يسمي الجيش الوفد الذي سيذهب إلى جنيف، هنالك بعض الإشارات هنا وهناك، ولكن هذه المسألة حتى الآن لم تحسم بشكل قاطع. وهناك مقاومة شديدة جدا من بعض الأطراف، أهمها المؤتمر الوطني، في عدم الانصياع لرغبة المجتمع الدولي ورغبة حتى معظم السودانيين في إيقاف هذه الحرب بشكل أو بآخر، والجلوس مع الدعم السريع للوصول إلى وقف إطلاق نار، ثم بعد ذلك ترتيبات تأتي تباعا لحل المشكلة السوداني الذي الآن هو على بعيد أيضا 4 أيام من إكمال 16 شهرا، في معركة أو مباراة قدر لها الذين لا يدركون أنهم لا يعلمون أنها ستنتهي في 6 ساعات. قبل الذهاب بعيدا، أريد أن أستعيد أمرا قديما تسبب مباشرة في هذه الحرب بسبب التعنت وبسبب الإصرار على عدم قيامه. تعالوا نسمع حديث الأمس وما أشبه الليلة بالبارحة حينما كان الإطاري سيد الموقف. نسمع الكلام ده ونشوف كل الناس قالت شنو، ونشوف من الذي وقف ضد السودان والسودانيين. نحن الاتفاق اللي وقعناه ده وقعناه عشان السودانيين، ووقعناه للسودان كله، عشان كده نفتكر أنه إذا نحن مشينا فيه للأمام بنساعد في أنه نعيد بلدنا إلى مسار الطبيعي. الآن السلام الشيل ماشي، الاتفاق الماشي ده أين أجام أيدينه وماشين فيه ده نمرق من الورطة دي. الله أكبر. عشان كده موضوع الخارج وما الخارج ده، ونحن كلنا خطينا يدنا مع بعض واتفقنا مع بعض، ما في ذول بيستعمرنا، وبطريقتنا دي الاستعمار هيرجع لنا تاني كويس، لكن بلقانا تحت الوطة ما بلقانا فوق، بلقانا تحت الوطة دي لو بالطريقة اللي احنا ماشيين فوق دي. احنا بنتكلم عن الان عن قضايا الوطن. احنا التيار الاسلامي ده معتبر بدليل اخواننا في الاتفاق الاطاري وفي الحرية والتغيير ادخلوا المؤتمر الشعبي الحركة الاسلامية، ما في اقصاء. هذا الاتفاق الطاري مقطوع الطاري، نحن إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى عاهدنا شعبنا وإخواننا كلهم أننا سندفنه وندفن من وقعوه بإذن الله سبحانه وتعالى. وليه هسه نقول لكم الحرابة ما مشت كيف؟ لو ناس ظنوا خلاص الجيم أوفر، الجيم ما أوفر، دي ارتكازة بس، دي نحن كنا بنسميها استراحة محارب، هم هسه في حالة غفلة كده لقوا الغاعات والميكروفونات والسفارات والمخابرات، قالين الحكاية خلاص جيم اوفر، جيم اوفر والله. قلوا لهم دي دكسة بتاعت معلمين،
بعدها بتشوفوا الجيم الجديد حيكون شكله كيف ولونه كيف وطعمه كيف إن شاء الله. وليس ذلك على الله بعزيز وليس ذلك بحساباتنا ببعيد إن شاء الله إن شاء الله. هؤلاء الناس لا يتورعوا في إنهم يفتحوا أبواب جهنم على السودان. الجيش قاعد وزاد وكمان دخلت في حاجات كثيرة تقنيات زمان ما كانت فيه. في تقنيات في الحرابة ذاتها هسه الناس العجبان والتتشارات والرشاشات دي ما بعرفوها بقولون يوم نبقى على الحرابة يا ما تشوفوا شو الفلول بتاعنا النظام البايد التفكير ومقاصر ده بيخلوهم يفكروا إنه الحرابة دي لو قامت هم حيسيطروا ما في حاجة يسيطروا عليها حتحرك بس ما يفضل فاش. تؤكد قواتكم المسلحة وقيادتها التزامها التام بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات بنهايتها. عايزوا نعرف مقاسه ألبس قدر جلابيتك كان بقيت فريق ولا فريق أول ولا مشير ولا إبليس. ما في زول أكبر من الحركة الإسلامية وما في زول أعرف منها وما في زول أرجل منها كله ما في زول الآن في الساحة دي أرجل من الحركة الإسلامية. كل شباب التيار الإسلامي العريض دي لابد أن يكون جاهز ونحن أسمع شيء في العدة التنازلي هم قالوا يوم 11 أبريل تقريب يشكل حكومة نحن لحد يوم 11 أبريل ده إن شاء الله سبحانه وتعالى تكون جاهزين وبعدين طبعا بشكل حكومة تبقى الإطار إن شاء الله مش كده فارتقوهم زي الإطار فارتقوهم لهم إحتاج المطالب هلوم ذات الشبكة الطوالي نحن الآن بنفتكر إنه في ألف جلسة زي دي العام في ألف بيت أخواتهم قاعدين ينشدوا ويرفعوا معنوياتهم ويجددوا عهدهم مع الله سبحانه وتعالى ويجددوا عهدهم مع الشهداء ما عشان نجي رمضان الجاي الإفطارات ده أخونا ناس عمر أخونا المجاهد الشهيد الحين ناجي عبد الله قالوا ليه ما بعده نحن الجلسات دي قاعدين نجي نعبي المعنويات الناس ما يقولوا المجاهدين دي جنة قاعدين نعبي المعنويات ليوم نحن نفتكر ليوم قريب نكون فيه حاضرين ونكون فيه جاهزين وقبل شوية أخوانا دي كلهم قاعدين يعرفوا يقولوا اللي هو البراي بن ماجد المسألة دي ماشية ممتدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أي زول يحدد رجله ده ياخد هوي ويتحمل نتيجة قراره من عسكري أو مدني. أي زول عسكري كان أو مدني يتحمل نتيجة قراره في تماهيه مع المشروع الأجنبي. وسيأتي يوم تدفعون فيه هذه الفاتورة دينارا دينارا وتعريف تعريف ومليما مليما. هذا ليس حديث وهم ولا للتعبية ولا للأنغام لكنه حديث قابضين على الزناد وقابضين على جمر القضية وسيأتي يوم الحساب. أكثرنا من الحديث في اللقاءات وأكثرنا من الإفطارات والمهرجانات وأكثرنا من الحشود والمواكب لكن عني أنا ناجي عبد الله هذا آخر رمضان للإفطارات والحشود والمواكب. الآن نحن مش بنرفض الإطار نحن من هذا المكان بنقول لأهل الإطار كلهم الإطار مرفوض وسنواجهه بكل الوسائل بإذن الله سبحانه وتعالى. شبابنا مرفوع وطلابنا مرفوع ونسائنا مرفوع ومجاهدين مرفوع والتصيطين مرفوع. هبي يا حجنة إحنا الدنيا ما مسجنة إحنا الدنيا ما مسجنة من بيت الشهيد علي عبد الفتاح سمعتوا كلام الشباب ديل انا بقول الكلام ده عبر القنوات والناس اللي بيقول عبر الكلام ده كويس يا غفار الجماعه دي قالوا جاهدين الجماعه دي قالوا جاهدين الجماعه دي اللي بيقولوا جاهدين وسعوا لهم الدرب اللي بيعرفوا الحكايه وسعوا الدرب اللي بيعرفوا الحكايه. هم الان موجودين في مفاصل الدوله وأقعدوا بالدولة وقادونا للحرب دي بإنقلابنا القام بعلي كرتي في 15 أبريل هو ومجموعته من وراء الجيش ويختطفوا الجيش وأصبحت هذه الحرب هي حرب المؤتمر الوطني وليست حرب كرامة. هذه معركة لن تأخذ مع الشعب السوداني وجيشه الباسل بضع ساعات
اصبروا واحتسبوا وساندوا جيشكم في معركة التحرير. الخرطوم ليست صنعاء، الخرطوم ليست طرابلس، لم يحكمنا الحوثيون الجدد، والله أكبر. والآن جاري العمل الآن لاعتقال الشقيقين الشقيين عبد الرحيم دقلو ومحمد حمدان دقلو. أخاطبكم وبلادنا تواجه خطر التفكك، وأقول إن الرصاصة حين تنفلت من السلاح لن تميز بين المعتدي وغير المعتدي، والضحايا هم السودانيون. رسالتي الأولى للفريق أول عبد الفتاح البرهان وقادة الجيش السوداني، وللفريق أول محمد حمدان دقلو وقادة الدعم السريع، يجب أن يتوقف الرصاص فورا، ويجب أن يحكم صوت العقل، فالخسارة ستكون من نصيب الجميع، ولا يوجد منتصر على جثث شعبي. في الفيديو الأول المصاحب لهذه الحلقة جبنا بترتيبات تاريخية كرونولوجيكلي، يعني حاجة مرتبة بحسب الخريطة التاريخية بتاعتها، عشان ندرك كيف تعامل الناس مع الإطاري، وكيف أدى هذا الإطاري في نهاية الأمر إلى الحرب التي نتكلم نعيشها الآن بسبب تقديرات فطيرة لا تدرك شيئا من العسكرية ولا تعلم شيئا في السياسة. أوصلونا إلى ما نحن فيه الآن 16 شهر الآن. ما أريد قوله ليس أن الإطاري كان هو الحل المثالي، لكن الحل البديل الذي طرح ونفذ هو الحرب. الحل البديل للإطاري لم يكن حلا سلميا، ولم يكن حلا جامعا، ولم يكن حلا قدر أن هنالك بعض الشرائح لم يتم الاستعانة بها، ولكنه كان يعني حلا عسكريا بمرة أخرى بتقديرات عسكرية فطيرة لا تعلم شيء عن العسكرية، وأيضا بتقديرات سياسية جاهلة أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن. الآن نحن في طريق مفترض جدلا أن المطروح هو الذهاب للتفاوض من أجل وقف إطلاق النار. ثلاث أشياء أساسية: وقف منع العدائيات، وقف إطلاق النار اللي هي عشان تفتح وسائل العون الإنساني، ثم بعد ذلك محاولة استقراء وضع جديد انتقالي يعني يدلف بنا إلى يعني دخول المعترك السياسي لحل المشكل السوداني ده سياسيا. أيضا مرة أخرى ربما لا يكون هذا الحل مثاليا، لكن البديل لا يمكن أن يكون استمرار الحرب. وعشان ما نلت نعجن كثير في هذا الأمر، تعالوا نشوف ما قاله أولئك النفر ضد الذهاب إلى جنيف. أتحدث عن الكيزان تحديدا. تعال نشوف من الناحية السياسية ومن الناحية المجتمعية ماذا يريدون. السلطة التي توفرت الآن لهؤلاء الأربعة جنرالات البرهان وكباشي وياسر العطا وإبراهيم جابر لم تتوفر لأي مجموعة من الرجال في السودان منذ استقلال السودان. سلطة مطلقة بالكامل غير خاضعة للمحاسبة. لا في مجلس تشريعي، لا في حزب معاهم، لا في محكمة دستورية، لا في مجلس وزراء، لا في مجلس سيادة حقيقي، لا في مجلس قضاء، لا مجلس نيابة، ما في أي شيء.
ولا في مجلس وزراء ولا في حكومة ولا في وزراء، هؤلاء أفندية اللي هم موظفين بعضهم تجاوز سن المعاش وبعضهم يتجه إلى المعاش ولا يستطيعون. والحقيقة أنا مع الاحترام والتقدير لهم كناس يعني كبار في السن، هم لم تسبقهم أي نجاحات في حتى في وظائفهم للحصول على هذه المواقع، وبدون ذكر أسماء يعني كلهم لم تسبقهم أي نجاحات تؤهلهم لتولي الوزارة. السلطة التي تتوفر لهؤلاء المجموعة من الحكام لم تتوفر لمن غيرهم، ويستطيعون إذا أرادوا اتخاذ قرارات مفيدة وقوية. والشعب الآن يعني لا أحد يريد المطالبة بحقوقه المدنية أو حقوقه السياسية، الآن المطالبات تراجعت إلى الحصول على الحق في الحياة، الآن الحق في الحياة صار في خطر. لكن هؤلاء الجنرالات يستمتعون بالسلطة ويديرونها بمقدرات في غاية الضعف. البرهان بدل أن ينظر إلى الانفلات الأمني في البلاد وإلى الجوع والطلق الذي ألم بالناس، يذهب ذليلا حقيرا تاركا العزة التي أعزه الله بالإسلام. لا إله إلا الله. إذا كان الأمر أمر صوت أو تمرد أو رفع سلاح، أقول فالمسلمون أولى، المسلمون أولى. البرهان، أين نشيد العلم؟ أين السلام الجمهوري؟ نحن جند الله، نحن جند الله. أين هذا؟ أين العهد والميثاق؟ أين ميثاق قوة الشعب المسلحة؟ أين ميثاق شرف الجيش؟ أين العهد على حماية الأرض والعرض وعلى حماية الدين والوطن؟ تنازل في القيادة العامة فوق الله الوطن، تنازل عن الله لأجل مصالح زائفة وادعاءات كاذبة. لا والله، لا والله، حتى تكون كلمة الله هي العليا. والله اللهم ردنا إليك ردا جميلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن ماذا يريدون؟ يعني إذا كان الأمر دائما هو الرفض لكل ما هو مطروح من غيرهم، على الرغم من علمنا التام بأنهم تحت الطاولات يبحثون عن مخرج آمن لهم ولذويهم، لكن على السطح يبحثون بجد ومثابرة غريبة على يعني استمرار اشتعال هذه الحرب التي لا يوجد من يتضرر منها سوى المواطن السوداني العادي. محمد أحمد العادي ده، الغلابة ديل، هم الحقيقة من يتضررون بهذه الحرب، فهم الذين تركوا بيوتهم نزوحا أو ماتوا برصاص طائش أو برصاص متعمد، هم الذين اغتصبت حرائرهم، هم الذين نهبت أموالهم، هم الذين هاموا في هذه الدنيا بلا هدف وفقدوا أعمال وفقدوا ناس وفقدوا أشياء كثيرة جدا. ده كله ما مقدر، المقدر هو رؤوسهم بس، ما في حاجة مقدرة. الناس ديل إذا استمرت هذه الحرب، ما إما قتلوا آخرين، استطاعوا أن ينتصروا فقتلوا آخرين، أو هزموا فقتلوا،
لكن ما عنده مشكلة إنه هو يعني يموت 200 مليون سوداني إن كانوا موجودين هذا العدد، وهو يعيش وفي النهاية يركب طيارته ويمشي تركيا أو يمشي أي مكان، لأنه القصة ما قصة، القصة مرتبطة بمسائل شخصية، طموحات شخصية، قدرة، تارات قديمة، والتارات الغريبة يعني لا علاقة لها بالثارات اللي احنا بنتكلم عنها، ثارات الدم، بقدر ما هي ثارات مرتبطة بمواقف سياسية. نحن والله يا أخي الحاجة اللي بتجيب لنا حمدوك ده تاني ما دايرنا، أو اللي بتجيب لنا الشيوعيين ده تاني ما دايرنا، مع أن الشيوعيين ذاتهم يعني ليسوا جزءا من من تقدم أو غيره يعني، ولديهم رؤيتهم الخاصة في أنه كيف يمكن أن تحل الأمور يعني. فدي مسائل غريبة جدا، انه يرتهن كل السودان لأجل فئة يعني لا تسوى شيئا يعني من حيث العدد بالنسبة لما تبقى من المواطنين السودانيين. لكن نسمع الآن نفس النغمة التي سمعناها من قبل أيام الإطاري، دون تقديم حلول موازية قادرة على الحل في نفس الوقت أو وقت قريب منه. ما في، ما هو الحل الثاني استمرار الحرب. حنجي هل استمرار الحرب ممكن ولا ما ممكن، لكن ما عندهم حل ثاني. الحرب التي ابتدروها في 15 من أغسطس من أبريل 2023 يريدونها أن تشتعل وتظل مشتعلة حتى يحترق آخر سوداني موجود في الأرض دي، وهم قاعدين في النهاية يركبوا طياراتهم يمشوا إلى مكان آخر. ما في حاجة غير كده، هم عايزين كده يعني، هم عايزين هذا الأمر. ما هو ما في حل، انت ما بتقدم في حل، انت ما جربت اصلا الحرب، لك 16 شهر ما قادر تحسمها، رغم انه حساباتك كانت تتحدث عن 6 ساعات وعلى اقصى فترة ممكنة 12 ساعة. هذه الحسابات عمليا ما حصلت، مش ما حتحصل يعني، حتى ليلة 16 شهر انت لم تستطع ان تحسم أي مكان، ما استطعت أن تسترد مكان تم اقتلاعه منك عنوة واقتدارا. فإنت ما عملت طيب، ها إنت راجلنا نعمل شنو يعني، نحلم مثلا إنك إنت قدرت ونجحت في هذا الأمر؟ إنت ما سألت نفسك ليه ما نجحت؟ ما خلاص نحن لنا 16 شهر، ما في ناس قاعدة تراجع المسألة دي وتعرف هي واقفة وين، وبعدين تحدد الاتجاه الصحيح على ضوء ما هو موجود. ولا لسه بتسمعوا لي في كلام بتاع ياسر العطا بتاع نحن والله 90% من الأراضي السودانية أراضي تم تحريرها من يد الجنجويد. الحقيقة أنت ما قادر تطلع من مكانك، من معسكرك ما قادر تطلع. وأنا ما بتكلم عن إنه واحد يتسلل ويطلع يعني، بكرة نشوف ياسر العطف في جبيت يبقى كده احنا، ولا في بور سودان يبقى كده، معناها انه هو بيقدر يطلع. ما بيقدر انت ما بتقدر تكفل المهندسين دي وتمشي يعني. انا لدي معلومات انه ناس الجيش نفسهم، الجنود بتاعين الجيش، لانه في ظروف سيئة جدا سرقوا كل بيوت المهندسين، سرقوها، والكلام ده من لواءات ما من افراد ساي، سرقوها. ومن في حديث مواطنين في الحتان او صابرين وغيره انه ناس الجيش كل اللي قاعدين يمنعوا يعملوه الجنود الموجودين في الجيش ده ما بيعملوا اي حاجه غير يبيعوا الزنك والمواسير وكده، يمشي يقلعوها من البيوت ويجيبوها ب 10,000 و5,000 وهي تمن الحقيقي 54,000 و53,000 وغيره.
السبب شنو؟ السبب انه ما عندهم امكانات. فالقضية معروفة، انت ليه لغاية الان لم تصك جيش بتاريخك العريق ده، انت لم اشاركت في الحرب العالمية وغيره، لم تستطع حتى الان ان يعني ان تهزم ماليشيا، ما قدرت. انت كل اللي بتعمله دفاع، ممكن تنجح في دفاعاتك لكن ما قاعد تعمل حاجة. الفيديو الجاي ده الاخير ده حيورينا واحد من ناس الجيش بيتكلم عن هذا الامر كده، تعالوا نشوفه بعد كده نمشي لقدام خطوة. ليس هناك رؤية للاقتصاد، ولا هناك رؤية لتشغيل الخدمات، وليس هناك رؤية للعام الدراسي، وليس هناك رؤية لتخفيف عباء المعيشة للشعب السوداني، وليس هناك رؤية للنازحين كيف تستقبلهم وتخفف عنهم، ليس هناك يعني خطة واضحة المعالم للمساعدة الإنسانية والمطلوبات واضحة عينها كيف تقدر تمشي تدفع فيها قروشك وتسخ فيها ويسخ فيها الشعب السوداني والعالم الخارجي. يعني ده عجز كامل. هذه القيادة أفرغت جهدها، عملت عليها وما قدرت في إدارة الدولة من الداخل. نقول الكلام ده بكل الوضوح. عملياتيا الناس قد يكونوا برضو شايفين كلام نمر، لكن عملياتيا الآن أنا شايف ده تخدير. نحن الآن في حالة تخدير تشبه حالة التخدير بعد سقوط هود مدني. بعد سقوط هود مدني الناس كانوا في حالة ذهول، وكانوا بيفتكروا أن القوات المسلحة تجمع أطرافها سريع وتهجم وتستعيد هود مدني. وانتظروا 6 شهور المحاور تكونت، جو الغادة زائرين محور المناقل، محور سنار، محور الفاو، الليلة حيتقدموا، يتقدموا ناس الحركة الفلانية المشاركين مع الجيش جو راجعين، لا يتقدموا تاني ما عارف ايه. القوات دي ظلت في حالة حشد وفي حالة تجهيز وتصريحات إيجابية، وصلت مرحلة أنه الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة اللي هو مجلس السيادة ممثل رئيس الدولة قال دينا توجيهات أنه ناس يتقدموا لهود مدني. الكلام ده قالوا في سنار مسموع على الشاشات. القوات ما تقدمت لهود مدني لانه التجهيزات والتحضيرات الداخليه دي ما بينه وما بين القياده ما تم إجلاءها. لو تم إجلاء هذه الصوره بتصدر التوجيهات واضحه وصريحه، تقدم الجيش ده كان قال يتقدم يتقدم، والله كان يموتوا كلهم يتقدموا. ما تقدموا 6 شهور لحد ما هوجموا في جبل مويه وسقطت جبل مويه ودخلوا سنجا في اكبر خطا استخباراتي وعملياتي. ما في زول يقول لي والله الكلام ده، ده خطا استخباراتي وعملياتي. لا في محاسبه في هود مدني، لا في محاسبه في سنجا، ولا في استرداد لهذه المنطقه والبلد الان مقطعه الاوصال، النيل الابيض في اتجاه والنيل الازرق في اتجاه وشرق البلد في اتجاه وشمال البلد في اتجاه وسط البلد في اتجاه. في وسط هذه الازمه العملياتيه والاستخباراتيه الكبيره بدون محاسبه بدون محاكمه، انا اجي اتكلم عن جنيف امشي جنيف ولا ما امشي جنيف؟ تقبل بطوله في انه ما مشى جنيف وتقبل بطوله في انه رسل وفدي برئاسه وزير المعادن عشان يمشي يتكلم على الامريكان حول كيف يوصفوا القياده السودانيه، وتقبل هي البطولات في وسائل التواصل الاجتماعي وتصريح لوزارة الخارجية أنا ما أعرفه صح ولا غلط قالوا البرهان هو رئيس مجلس السيادة ويعترفوا بسيادته على السودان، يا دوب بعد الليلة يعترفوا لك بالسيادة؟ هل هذا انتصار؟ هل النجاة من محاولة الاغتيال في جبيت هو انتصار ولا هزيمة؟ هزيمة، لأنه جبيت على بعد أكثر من 700 كيلومتر من منطقة التماس بينك وبين العدو. كيف المسير خشت الحتة دي؟ عندك دائرة مسؤولية حماية شخصية للرئيس قريبة أنجزت حقها، ما كان في غناص قريب، ديل قاموا بيدورهم، وين التأمين البعيد؟ المسؤول منه الفرقة 11 الموجودة في سنكات، كيف تجي مسيرة لمسافة 300 كيلومتر وتضرب في جبيت في تخريج رمزي للقوات المسلحة؟ يقوم يخلقوا من هذه المشاكل اللي حقه تخلينا نحن نراجع عملياتيا واستخباراتيا أدائنا في الميدان وأدائنا على مستوى الفرق والنادي، نقوم نصنع منها بطولة أنه والله نجا من محاولة الاستهداف والاغتيال لكن زار الجرحى طوالي ما مشى بورسودان ما رجع بورسودان طوالي ومشى السوق وخاطب الناس. يا جماعة نحن ما ممكن نكون في هذه الملهى. للأمانة وللتاريخ نحن نقول الكلام ده مر سين بس، لكن بنقول للشعب السوداني محبط، هاي محبط لكن دي هذه الحقيقة. ولو نحن ما قلنا الحقيقة دي يا جماعة البلد دي ما تمشي لقدام. إذا نحن من دار الحقائق دي نخلق لنا بطولات وهمية في الواتساب والفيسبوك وبيجينيف ومشوا وما مشوا وجو، نحن حندفع ثمن غالي لانه الدايات دي بيضربوا فيها عشان يجبروا هذه القياده انها تمشي جنيف، والفاشل دي هجموا عليها عشان يجبروا القياده انها تمشي جنيف. يجب تحديد مصير ورؤيه القياده سينجي هذه البلد من كثير من المهالك. طيب المتحدث الاخير ده هو عامر خالد حسن عباس، وهو
خبير استراتيجي مختص في الشؤون العسكرية، وأظن وفي القانون أيضا، وأظن يعني لست أدري على وجه الدقة، ولكن اشتغل في الجيش، ولست أدري إن كان هو ابن اللواء المغفور له بإذن الله خالد حسن عباس أو لا، ما عندي فكرة، ما لا أستطيع أن أجزم إن ده اسم على اسم ولا هو فعلا يعني ابن المغفور له بإذن الله خالد حسن عباس، اللواء خالد حسن عباس اللي كان وزير الدفاع في حكومة نميري. لكن اللي لاحظته إنه الشاب ده معلوماته ثرية جدا، مرتب، وبيقدر يتحدث بشكل طيب، وعنده قدرة جيدة على التحليل، ممتازة يعني. فقط لاحظت وأنا متابع له، متابعه جدا في حديثه، لاحظت إنه حينما يتحدث إلى الإذاعات أو الفضائيات اللي الخارجية أو العربية الإقليمية بيتحدث بلغة وأسلوب يختلف عن حديثه في مع طيبة اللي هي يعني المنفذ الإعلامي للكيزان، أو حتى أي ناي سوداني يعني، أي حديث مع منصة سودانية، فكلامه بيختلف، ربما لديه أسبابه الخاصة، ما علينا، أنا علي بكلامه الهسة أنا جبته ده. طيب الكلام اللي هو قاله صحيح في عمومه، ولكنها كلمة حق أريد بها باطل. بمعنى المشكلة ما في إنه الجيش قيادتك بطالة ولا لا، لأنه دي قيادة أصلا أنتوا اخترتوها أو الكيزان اختاروها وقدموها، وهم الآن بيعصروا فيها الحرب دي. يجب إذا أصلا القصة صراحة ويجب أن تقال بكل هذا الوضوح للمواطن السوداني، كده في الأول العمل الحرب ضمنه. يعني الرجوع لمربع إنه والله دي ناس الدعم السريع وهم دايرين يعملوا انقلاب وكذا، دي مسألة قد لا نختلف فيها من حيث المبدأ العام، لأنه أنا ذاتي على قناعة بإنه الدعم السريع ده لو لم تقم الحرب في أبريل في 15 أبريل لقامت الحرب في وقت تاني بسبب الدعم السريع مباشرة. أنا على قناعة بذلك، لأنه طموحات الرجل واختلافاته مع القيادة العسكرية بلغت الذبة، ما كان في طريقة غير إنه في النهاية أحدهما ينقلب على الآخر. وده كلام يعني توقعوه السياسيين وعلى رأسهم الحاج وراق منذ المجلس العسكري، ثم بعد ذلك أكد هذا الكلام أو أكد هذا الكلام بعد الانقلاب بتاع 25 أكتوبر 21. فبيبقى إحنا كلامنا في هذا المنحى متفقين انه لو لم تقم الحرب في ذلك الوقت لقام بها الحرب، لكن القصة بتاعت يوم 15 دي من القام بها؟ القصة بتاعت يوم 15 ابريل دي من القام بها؟ من الذي اطلق الرصاصة الاولى؟ محاولة الهروب من الاجابة على هذا السؤال او الصاق بالدعم السريع دي وقصة انه مشى مروي ليه، ده كله كلام محاولة لاغتيال الحقيقة واللف حولها واللف والدوران. أنت رجل قادر على التحليل، قل لنا منو اللي تسبب في هذه الحرب أول حاجة،
ديك في الاول كده مين اللي تسبب في الحرب دي؟ لأن الحرب دي ما قامت ساي، قامت بناء على تقديرات فطيرة أصلا، تقديرات فطيرة وبناء على معلومات جات من ناس داخل الجيش لناس خارج الجيش، قرروا الاثنين مع بعض إنه الحرب دي تقوم، وإنه الإطار ذا السما دي قريب كان يقوم. فبيبقى السؤال المهم جدا، من الذي أشعل هذه الحرب؟ لأنه ده اللي ودى السودان في داهية. الشيء الثاني والمهم، الحرب دي أدرك تماما إنه على الأقل في اثنين من قادة الجيش أو واحد من قادة الجيش لا يعرفوها، والبرهان ده ما كان عارفها، كان يتوقع لكن ما كان عارفها، ولا كان خاتي السيناريو اللي حصلت به، ما كان القصة دي ما كان. فليه البرهان وليه القادة ديل استمروا وهم يدركون إن الجيش لا يستطيع أن يقف؟ أنت بنيت فكرتك على إنك لديك سلاح بتاع طيران حيقتل أو يعني يدمر القوة الصلبة بتاعت الدعم السريع الموجودة في المعسكرات، فضربت الصالحة وضربت كذا وضربت كذا وضربت كذا، ما كان عندك أصلا خطة له. دي الخطة بتاعت الست ساعات بتاعتك، إنك أنت تنهيهم كلهم، وإنه هذه الضربة المفاجئة اللي هو كان متوقعها حميتي وده غباء عجيب جدا إنه تحدث، لأنه حميتي حينما سئل ليه وديت جنودك لمروي أجاب بكل صراحة وبدون أي خبث، أنتوا عندكم طيارات هناك حتضربوني بها. فهو كان عارف أنه أنت حتضربه بالطيران، ولأنه كان عارف أنك أنت على الأرض ما بتقدر تهاجمه، ما بتقدر، ما انت في الوقت ده هو قبل ما يعمل معاك الاشكال ده كان من رحم القوات المسلحة، فهو كان عارف ان سلاحك الامضى الذي تستطيع استخدامه هو الدعم السريع، عفوا سلاح الطيران، لذلك كان يريد ان يشلك اصلا، يشلك بالطيران، كان يريد ذلك، ما كان دايرك تتحرك وتجيب له طيران من وادي سيدنا، وما بيقدر يخش وادي سيدنا، لكن بيقدر يمنعك من استخدام اي طيران موجود في مروي، عشان كده وما كبب هو طوالي، قال لما جو قعدوا معاه الناس اللي حاولوا يعملوا واسطة قبل يوم 15 ده عشان الحرب دي ما تقوم، وكتار من كل الجوانب الحركات المسلحة بقيادة مناوي وجبريل دخلت في هذا الأمر، قحط دخلت في هذا الأمر، بعض الإدارات الأهلية دخلت في هذا الأمر، كتار حسوا بأن الوضع ده ماشي باتجاه الحرب، جوكم في محلكم قال لكم يا جماعة القصة دي كان قامت تاني ما بتقف، لكن كانت هنالك قراءات لبعض الغافلين الذين لا يدركون شيئا إنه والله نستطيع أن نهزم هذه المجموعة في 6 ساعات بالكثير 12 ساعة، وكان حلكم الوحيد إنه تضربون بسلاح الجو، لأن سلاح الجو هو السلاح الوحيد الكل ضباط كيزان. فالقصة جات كده، انت ليه ما دار تقول يا خالد حسن عباس هذا الامر، يا عامر خالد حسن عباس هذا الامر، ما ده واضحة، وانه الحسابات غلط، وانه القصة ما قصة انه القادة دي ما بعرفوا عسكرية، قصة انه ما عندهم امكانيات يطلعوا برا البيوت بتاعتهم دي، المعسكرات دي ما عندهم امكانيات يطلعوا برا منها، بالجو بيقدروا
يطلعوا كده يرسلوا لهم طيارة، يعملوا لهم كده كده. ممكن بيتحد ما بيقدروا، أقصى ما يمكن أن يعملوا بيتحد هو الدفاع عن المواقع دي، أكتر من كده ما عندهم، ما عندهم إمكانية. والجزء عشان كده لازم بعد مرور، كان مفروض على طول الجيش يبحث عن حلول بعد مرور 24 ساعة من الحرب، لكن ظل الكذب على الناس وعلى المواطنين. والله يدونا 72 ساعة، والله يدونا 6 يوم، ودلوقتي نحن في 16 شهر، ولو استمرت الحرب ما حتخلص، لأن الجيش خاصة إذا فشلت جنيف دي ما حيلقى رصاصة واحدة من برا، ولا من إيران ولا من روسيا، ولا من إيران ولا من روسيا. كلام ده واضح. وروسيا دي قبل كده جربوها مع، يعني أقرأ التاريخ، التزول عسكري وبتما بهتم تذكر قصة فوكلاند، وتذكر القصة بتاعت كوبا، تذكر ديل كلهم شالوهم كلهم القصة دي. ما في، ما بخلوك لما نبقوا عليك، ما بخلوك يعني لما خلاص يبقى ما عندك طريق. وما، والقصة ما قصة السودان ولا سيادة السودان، قصة انه ممنوع التغلغل الروسي والصيني بأكثر من ما هم الآن عليه في أفريقيا. القصة ما انت بس، يعني ما مربوطة بالسودان بس وسيادته وكذا، وليه نحن الأمريكان يملوا علينا، ما كده. دي قصة ما انت جزء من حلقة كبيرة موجود فيها، موقعك جابك هنا. لذلك الناس ما بخلوك. والإدارة دي لو فاتت، الإدارة الأمريكية دي لو لم تستطع أن تستفيد منها وفاتت، ممكن تجي إدارة أمريكية أكثر قسوة، أكثر قسوة، سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية. فأنت بدلا من أن تفكر في كيف يمكن أن تنال أقصى ما يمكن من نجاحات من خلال هذا، لو بقى الـ 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 الجيش السوداني في كنوة لجيش قادم أفضل، كنوع من أنواع التطور، وانت طلعت بالقصة دي، أفضل لك مليون مرة من إنك انت تقول لي الجنود دل كان، الجنود دل كان قالوا لهم امشوا امشوا. يعني الجنود اللي انت ذكرت المثال بتاع مدني، 6 شهور وليه هسي ما قادرين يحرروا مدني؟ ليه؟ هل خوافين الجنود السودانيين ديل مع الجنود بتاعين الجيش ديل خايفين؟ يعني خايفين من الموت؟ ابدا. ما عندهم امكانيات، ما عندهم امكانيات تسمح لهم بانه يخوضوا معركة تتسبب في ان انت عندك 5 محاور حول مدني، لما تجي تدخل ال5 محاور دي هتفرغ المحاور الاخرى، وبعد كده ممكن جدا ان تحاصر كل محاورك الخمسة من 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 خلفها، لانك انت بتتعامل مع مجموعة انت كنت مشارك في انها تكون اقوى منك من حيث التسليح، وبتستخدم وسائل تسليح سريعة الحركة، بينما انت كل معداتك تقيلة. فده مسألة لازم ده ما معنى ان الجيش السوداني كعب او الجيش السوداني لا يستطيع انه ينجح، ما عنده امكانات. ما هي في النهاية الجيوش دي يا جماعة ما حرب بتاعت سيوف، انا بقابلك وبارزك واهزمك واحد لواحد، وانت رجل عسكري افهم مني في هذا الامر. يعني دي ما كده، ما سيف ولا شغل بتاع كاراتيه، بتلاقي لك واحد قدامك وتقعد تشلته وتجيب الواطة، ما كده. الصرعة هنا بالنار، الصرعة ليست هنا يعني قصة شدة، ليس الشديد بالصرعة. ما مقصود بها انه اقوم اقلبك في الواطة واخدتك، لا، القصة دي نار، عندك نار بتمشي لقدام، ما عند... كان عندك نار كان حسمتها بدري.
كان حسمتها بدري. فانت عندك مشكلة داخل الجيش، ليه عايز تفاقم هذه المشكلة؟ افرض الجيش دفن او تم يعني لسبب ما انقلبت الطاولة على الجيش واستطاع الدعم السريع السيطرة على القيادة العامة والسيطرة على الفاشر والسيطرة على الدمازين والسيطرة على كل كوستي، اها هتمشي وين؟ انت الان ايضا بهذا الامتناع الدائم من الجلوس في المفاوضات، واللي هي ما في حرب في الدنيا دي انتهت بدون مفاوضات، يعني اذا انت ما لار تجلس للمفاوضات فانت تعطي الفرصة للمجتمع الدولي ان يعتبر الدعم السريع بديلا لك مع قوة عسكرية. في النهاية بيجي ويفرض عليها التدريب السليم ويدخل الكلية الحربية دي مرة تانية ويطلع منها ناس وكده ويبقى ده الجيش البديل. يعني انتوا ما فكرتوا في القصة دي؟ التفكير كله في انه انتوا تقتلوهم ويقتلوكم؟ يعني ده كلام ما مقنع وما بيودي لنتيجة، وبالعكس هو ضد المنطق وضد الفهم العام، وعلينا ان يعني نرعوي ونستفيد من أخطائنا السابقة. يا جماعة قوة الرأس دي وإلا أنا ويا فيها يا أخ فيها ودت السودان لحرب الآن عمره 16 سنة، بالإضافة لحرب الجنوب اللي هي 50 سنة، أكبر حرب موجودة في أفريقيا كانت في السودان، ثم الحروب المتعددة اللي كانت في دارفور، وممكن تتفتح جبهات جديدة انتم ما تعرفوها ولا تنفذون. انت عندك كاودة دي ما قادر تخشها. تتكلم لي عن انه ما تمشي المفاوضات، shame on you، معليش للحديث ده، لكن يعني اللي انا اقصده، واعتذر يعني عن هذا الامر، لكن اللي انا اقصده انه علينا أن نفكر بعقولنا بعيدا عن العواطف والتفكير الرغبوي. التفكير الرغبوي أو الرغائبي ده حيودينا في دهية. أنا أدرك تماما أنه العصبية بتاعت الجيش والقرب من الجيش بيخلق نوع من أنواع العواطف الخاصة التي لا تحتمل أن يمس الجيش بأي حديث يقلل من قدراته، ولكن في النهاية المعارك يحسمها الواقع. الواقع يقول أن هذه الحرب يجب أن تقف لأجل المواطن السوداني أولا، ثم لأجل الجيش ثانيا، وبعد كده نبحث عن إمكانية تطوير هذا الجيش بشكل يمكن أن يقدم للسودان جيش بعيد كل البعد عن السياسة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه المرة. تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلناه في هذه الحلقة هو رأي خاص لا نريد له أن يقع عند مخالفيه موقعا لم نقصده ولم نسعى إليه، وهذا الرأي وإن كان خاصا نأمل أن ينال حظه من التمحيص والتدقيق والتدارس، وأن يعمل فيه المضى عمل النطاسي البارع، فالأمر لا يخضع لما تكنه الألوان والأنوال لبعضها بعضا حبا كان ذلك أو بغضا، ولا نأمل إلا نصحا، فقد يستبان النصح قبل ضحى الغد. وعليه فإننا نؤكد أن سيكون منهجنا في الاقتراب من قضايانا السياسية منهجا عقلانيا، لأن العقل لا الهوى هو الذي يعطي لقيمنا ثباتها مع تبدل الأحوال. أما وقد بلغنا ما أردناه فالحمد لله، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. فضلا لا أمرا. أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريمة، ادعما هذا العمل بالضغط على زر الإعجاب والمشاركة في القناة وتفعيل الجرس والتعليق، وشكراً.